السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفينيت جيم، واليوم رجعنا لكم بلعبة فيزاج. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نخاف. اوكي يا جماعة خلونا نضغط استمر ونبدأ نلعب فيزاج. واللي ما شاف فيديو السابق يا اخوان روح شوف الفيديو على اساس تفهم ايش اللي صار وعلى اساس تفهم القصه يا اخوان، لان اذا ما فهمت القصه صار ما بتفهم ايش قاعد اسوي الحين انا. فانت روح شوف الفيديو السابق وبعدها شوف هذا الفيديو. طيب ضروري راح تشوف الفيديو، لان اذا ما شفت صار انت ما فهمت ايش صار في اللعبه، ما بتكون ما فهم. انا بكمل الحين شوف، مع انه ذا اسمه اللايتر ماسكنا بصوب اليد اليسار، وهذا الحباب ماسكنا بيد اليمين. ايوه فانا شوف هذا المكان يا اخوان، هذا الغرفه، تعرف ايش فائده الغرفه؟ هذا الغرفه هو اللي يعتبر كانه الغرفه المقدسه يا اخوان. هنا الجن ما يدخل في هذه الغرفه، ذا المكان مقدس. فاذا لما تحس انه ها شيء هزه في البيت ادخل داخل هنا واستغبي، صار ما يجيك الجن. ايوه انا قلت لك انا ما متاكد ولكن اتوقع كذا كان. فانا الحين بنزل، فاتوقع مش سمو هذا لحظات يا وين المينيو. هيوا انزين، هذا ان حصلنا المفتاح، حصلنا هذا المفتاح اخر مره. هذا المفتاح والله لحد الحين ما اعرف ايش مفتاح مال ويش، ولكن هناك شيء شعار مال الكهرباء، فاتوقع هذا يعني مفتاح شيء مال الكهرباء. اتوقع تنزل في القبو هناك تحت ايوه تنزل هناك القبو، ما شاء الله عليه حننزل في القبو. والله العظيم ما باغي ينزل، ولكن انا اسمه انا بحاول يعني بحاول انزل وماسك ذا اللايتر، فاتوقع بيساعدني. لان هذه اللعبه يا اخوان اذا ما شغال شيء يعني ما قس في المكان فيه ضوء، صار انت يجيك ذاك اسمه يجيك صداع، يجيك صداع بسبه الظلام، وبعدها يجيك ذاك الجنه ويسحبك سحب. صار ذا سنوش شفناه في اسمه فيديو السابق. انزين هنا القبو يا اخوان، شوف هذا المكان هنا تحت، شوف هنا تحت، نزل تحت هنا، هنا يسموه هذا القبو، هذا المكان اللي كنت اتكلم عنه قبل شوي. الامطار لحد الحين بعد قاعده تنزل يا اخوان، فانا تنوي قداحتك على وش كنت. ايه لا ايه حبيبي سكر قداحة، كيف يسكروا القداحة؟ نسيت حتى كيف يسكروا. لحظه ايه كيف تسكر القداحة؟ انا هات خط غير صوب بعد يد الثاني. اوكي اوكي لحظه يا اخوان، انا دار راسي. اوكي سكرته، طلع التوت سكر القداح يا اخوان. هذا الباب كان مسكر، لو شفت الفيديو السابق هذا الباب كان مسكر ترى، اما الحين فاتحين الباب. فاتوقع الجني يقول لي انت تفضل داخل عشان انا عازمنك على عشاء، فانا ما قدر اروح لاني خيفان. انا ولا بروح يا اخوان، بروح بفتح ال وامك هذا الشكل هو المجلس، صار هذا المجلس وهناك شيء يا اخوان، شيء صوت غريب والله العظيم، شيء صوت غريب. يا هلو This is me. I'm just want to say hello to you, man. So please don't mind me. Okay. بفتح لو شباب بفتح الادراج لاني احب افتح هذا شيء مفتاح يا اخوان. لحظه ليش ما يشل؟ ايوه اوكي. خلاص سكروا الباب يا اخوان. سكروا الباب. يا زبالة، انت شفت الصورة اللي هنا؟ شفت هذا الصورة؟ very nice بصراحة، صورة ممتازة يا اخوان. وش هذا؟ خلينا نشوف الصورة. هذا شكله هو هذا الانسان ابو يعني الاب، اتوقع نحن اللي قاعدين نلعب يعني الشخصية، هذا الشخصية اللي قاعدين نلعبها هو ذا اللي في الصورة، هو ذا الاب انا اتوقع، لكن اتوقع لانه هو اللي قتلهم صح؟ فأتوقع انه هو يعني صار هنا شيء قواطي. انزين ما علينا من قواطي ولكن بنكمل شيء واقع صور هنا. ايوه شيء واقع صور، هذا كله من مال انستغرام. انا بفتح الدرك اشوف. انا ليش احس نفسي قصير؟
هل انا قاعد دوين؟ شوف اذا بغيت تغيره ال يعني الاسم ذاك تخليه اللايت صوب اليمين تضغط مثلث وامورك زي العسل. انا ما حصلت شيء. اوكي انا بسكر التلفزيون لانه مسوي ازعاج اسف والله اسف. ما بسكر التلفزيون خلاص خليني. ما عقبه لما سكت التلفزيون ما عقبه ترى. لحظه شو انا بحبي يا انزين. انا اسمه بيت اخاف يا اخوان بيت اخاف. انا بسحب هذا بسحب الشرشف فانتوا خلوك جاهزين. انا بسحب الشرشف ف انا ما جاهز يا اخوان. بسحبه هو سحبته. شفتوا وين راح الشرشف؟ اوكي يقول لك تنويع تفادي الوقوف في ظلام في فترة زمنية طويلة. فيقول لكم لا تكسف واقف في الظلام. صار ما زين. انا اصلا يا اخوان انا ما اسمه ذاك مش سموه ذا الشيء. اللايتر مالي صار ناشا غاز. يقول لك باي خلص. انا ما فيش اسوي يا اخي الحين. انا حصلنا مفتاح فاتوقع خلاص نطلع من هذا الغرفة صح؟ فاتوقع نطلع من هذا الغرفة. سمعت صوت قسم بالله حد فتح باب. اتوقع انه من هذا المكان. لا هذا الصوت اللي سمع. انا بفتح الليت لان المكان مظلم جدا. ايوه بفتح الليتات كل الليتات. باغي الفاتورة الكهرباء يضرب ماشي مليون. هالشي شي باب هنا انا ما شفت هذا الباب. هذا الباب وش يسموه هذا الكبت. خليني افتح هذا الكبت. اوكي ماشي بس كذا ستور عبارة ستور بس كذا ما في شيء داخله شيء بكوز بس. انا بتحرك شيء شمعة هنا اذا باغين تولعوا الشمعة لكن ما وابش. وش هذا الظلمة الويش هذا اللي في القدار يا اخوان؟ في ظل غريب في شيء ما طبيعي في المكان. في شيء ما طبيعي فانا قسم بالله لو طلع في شكلي انا بطيح ابوي بطيح تحت. انا ماشي انا وحدي مركز. مستر جني لا تطلع الرجاء يعني لا تطلع. هذا ويش هذا جديد شيء جديد هذا. يمكن استخدام مصابيح الكهربائيه لاصلاح النوار او المصابيح. تخيلوا انتم بس يعني اذا انت فاضي تشله وتروح تغير البلب هذا. فانا بشله اذا مكانك ما احترق الليت بغير الليت. حلو يسموه لحظه خليني اضغطه. قرب ذا المفتاح الجديد. لا هو ذا المفتاح الجديد صح. اتوقع تبطل يا اخوان تبطل. هذا كان لحظه شو سمعت الصوت يا زبال انت. ايش شكله هنا القبو يا اخوان؟ شكله ذا الباب الثاني مفتاح القبو. زين انا ما عندي ما هو ذا المفتاح. ما نفس المفتاح؟ ايه هو نفس المفتاح يا حبيبي. افتح يا زبالة. هذا مطبخ معفن يا اخوي مطبخ معفن. انا جوعان. لا ما جوعان. انا خيفان قصدي. فمسمه فما ليش ما عجبني هذا المكان. احس مكان بيطلع لي شيء. ما اعرف ليش احس انه بيطلع لي شيء من الحمير. لا ما انت حمير والله. ما حمير. انا بفتح الثلاجه يمكن شيء اذا كان شيء. صان عطشان قسم بالله ما شارب شيء اليوم. افتح وابش قواطي بس. تغشله نزوي ايش فائدته؟ ذا شليت ايش فائدته؟ انا قاعد عبيته. زين ما قالوا لي ايش فائدته هذا اللي اسمه القواطي؟ ما علينا ما مشكله ما علينا. بس سكر الباب شويه سكر لان انت مسوي زحمه بس. ما شاء الله عليه سكر بيبان بعد. كالعاده.
صافع على الباب، صافع على الباب، صافع انت من كذاك يجيك ذاك الجني. انا بمشي سيده زين، انا بمشي سيده يا اخوان، بمشي في الظلام، في الظلام و... ما ما انا بفتح الباب. اوكي هذا هو اللاندري روم يا اخوان، هنا اللي كويو الملابس الجن، هنا اللي يكوي ملابسهم. ترى صار الجن يلبس ملابس، انا اقول لكم ذاك سا انا اسمه هذا ويش زين. انا كيف لحظه يا حبيبي، ايش هذا الغباء زين؟ ما في شيء، ما في شيء، اكيد بيكون ما في شيء. انا اللاندري وش بيطلع لك؟ بيطلع لك كوايه، بيطلع لك ذا الصابون. ما في شيء يعني مفيد هنا. هذا يقول لك وايش هذا، هذا ما ينفع نحن نتقبل الجني بهذا الشيء. فانا اتوقع شوفوا الجني اللي موجودين في هذا البيت يا اخوان هم يعني نفس الاشخاص، يعني اللي هذاك الطفل والزوجة هذا الشخصيه ابو قاسم يلعبها، وذيك المسمى والبنت، اتوقع البنت الاخت الاخت يعني بنته. فا اوكي انا بحرك الكرسي، انا بحرك الكرسي. هذا لي انا حس بينزل مره ثانيه كبيرجع ولا ايش بيصير؟ لان الحركه اللي صار لم يعد مفيده بعد الان. وش لم يعد مفيدا بعد الان؟ انا ما اوي انا قاس في الظلام. هذا بريقي ذاك السحابه، السحابه الحمراء كما قالوا ذاك في الترجمة. يعني أنا فأنا لحظة أنا مسمع، لحظة أنا مسمع يا أخوان وين اللايتر مالي؟ ما عندي لايتر. تمزح معاه أنت؟ لا يا زبال، ليش خذيت الحبوب؟ بفتح الليت هنا. أيوة زين تأخذ رمر، لأن كما قلت لكم يا أخوان ما يصير تمر في مكان مظلم. اذا مريت في مكان مظلم يجيك ذاك الشيء انك انه سحابه حمراء، عباره ذاك السحابه يعني معناته انت امورك ما طيبه. فاذا طولت في المكان كذاك مظلم يقدر يجيك ذاك الجن ويقول لك صح انت اسمه انت خلاص انا راح لبسك لبس. طلع هنا اوكي، يطلع كذا المكان، مكان ذا السنور ما له ساعة. اوكي 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 صار الحين عندنا مختصر يا اخوان، عندنا مختصر، فتحنا باب صار عندنا مختصر. يعني نقدر اذا قاعد لقينا نشرد من هنا نروح ذاك الغرفه، الغرفه المقدسه. فانا الحين يعني بسوي خطه، هذا الخطه يا اخوان راح لا لا لحظه، هنا مكان ظلام، هنا مكان مظلم يا اخوان، هنا مكان مظلم. فانا لازم افتح، اقول لك افتح عليك يا حبيبي افتح. ايوه ما حصلنا باسم ذاك بلب محترق، بان غير صار عندنا بلب واحد. هذا يقول لك انت بحاجه الى المفتاح القبو، انا عندي حبيبي. لا ما هو قصدي هذا، هذا المفتاح القبو يا حبيبي، ركز يا حبيبي. انا والله ما اقدر اروح تحت، قسم بالله ما اقدر اروح تحت. شوفوا شوفوا كيف شكله، شوفوا الدر كيف شكله يا اخوان. لا لا يا اخوان ما يقدر يروح تحت يا اخي. وشي ناس اسمه ذا كعب، يعني ذاك مو تحت يا اخي، ما يقدر يروح تحت. انا يو كيف ننزل ولا كيف؟ لحظه شي يا اخوان، لحظه شويه خلينا نفكر. بنزل بنزل اخ بنزل، وش اسوي؟ لكن لكن هنا مسمى قسم بالله سمعت حد قاسي يدقدق اسمك تحتي، ما مو قاسي قاسي يلعب كوره هناك. اي حبيبي شوف اذا بقى تلعب كوره انا عندي ترى لابس جوتي. ايوه لابس جوتي ذاك ما اسمه مال ميزي. رجاء يعني لا تسوي شيء كذاك، شيء يعني ما يخطر في بالي. اوكي هنا شيء ما اسمه مثل يا اخي يا اخوان وين اللايتر مالي؟ اللايتر ما موجود، انا عقيت بلا ويش وش سويت الا اللايتر يا اخي. يا اخوان ايش كيف انا بمر مكان ظلام وعندي لايتر؟ شوف هنا مكان ظلام يا اخي، انا بمشي كذا قسم بالله مكان خايس.
يا زبالة مكان انا ما اقدر امر هناك، ما عندي اسمه. لا 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 ما اقدر اجي. شوف شوف جاي، قسم بالله في صوت يا اخوان. ايش رد يا حمار؟ قسم بالله اسمع صوت، اسمع صوت، اسمع صوت يا اخوان. ايه حمار، لحظه لحظه لحظه، قسم بالله كان في حد اتوقع جالس يمشي وراي. انا بسكر الباب هنا لان الباب مال القبو ما حلو شكله ترى. انا بسكر الباب هنا، بسكر هذا الباب لانه اللي سكرت هذا الباب ما بيجيني لا كجني، لانه ما يقدر يمر من يعني يمر صح، ما يقدر يمر صح، ما يقدر يمر. فانا بتفر ذا الطاوله لان ابا اسوي ذا المختصر، انا باختصر اختصر هذا البيت، اخلي فيه اكثر عن اختصار. فاساس لما يجني يجيني الجني كذاك اشرب من كذاك، مع انه يختفي يعني فهمتوا، فيقدر يطلع لك من اي مكان. ولكن لما نفتح هذا الدرج اللي هنا نشوف ذا الدرج اذا في شيء. ماكو ماكو حاجه يا اخي، باغي اسمه لايتر، اعطوني لايتر انا بنزل تحت بروح هناك القبو، لانه ما يصير كذاك يا اخواني. اذا كيف يعني اسمه بنزل اسمه اذا كان ما عندي لايتر؟ فهمت صح؟ كيف انزل وانا ما عندي لايتر؟ هذا عذر قوي جدا، هذا اقوى عذر. لكن بصراحه انا كان عندي لايتر يا اخوان، لما دخلت هنا المجلس ما في صار، يمكن تعويض صار لما خذيت كل بلب عقيت اللايتر. انا ما متاكد ولكن اتوقع، لكن لازم راح اجيبه، لازم راح اجيبه. اوكي يعني انا بروح ادوره اذا بحصله، لان هنا خذينا اسمه، خذينا البلب لو كنت تتذكروا، خذينا من هذا المكان البلب كان فوق هذه الطاوله. فالحين انا ما عندي البلب، يعني ما عندي البلب، ما عندي اللايتر. شوف عندي هذا الغرش اللي هنا، وحتى ما فيش فائده هذا الغرش انزين، وعندي ذا البلب حلو، وعندي الحبوب، ولكن ما عندي اسمه ذاك، ما عندي ال ايش يسمى ذا الشيء، ما عندي ال اللايتر. اللايتر ما اعرف فين راح يا اخي، واللايتر كان مهم جدا. انا بروح فوق، بنروح فوق اذا اشوف هذا المكان اذا صار اوكي. نحتاج لتغيير البلب يا اخوان، هنا يحتاج لتغيير البلب، فأنا بروح أغيره لحظات. لكن أدخل الحمام، يمكن حاطي لي شيء في الحمام، لأن ألعاب الرعب لما أنت يعني تدخل هذه الغرفة وتطلع وتدخل مرة ثانية يطلع لك شيء جديد، فأنا لازم كذا يعني يعني كل 10 دقائق أضرب دورية هيوة. فا لا 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 لا، في شيء يا اخوان هناك، في شيء يا اخوان، ما اقدر اروح يا اخوان. في ذاك ايش يسموه هذا اللي لما تروح فوق هناك تركب درج وتروح فوق، ايش تم نسيت ايش يسموه ذا، اتوقع عليه ما تروح فوق، فانا ما بروح. اسمع شيء باب هنا، شيء باب يا اخوان. السويتش، وين سويتش مال هذا اللي اسمه؟ هنا كان ما موجود اول، انا ما اتذكر هذا المكان يا اخوان. اسمع صوت، قسم بالله في صوت خايس هنا، في حد كان يركض يركض قاعد يركض هذا الزفت هذا، ما باغي معقول. اعطوني لايتر على اساس اقدر امر في مكان ظلام يا حمير. ايوه سكر باب حبيب حبيب، سكت باب تو يطلع لي واحد كذا كذاك يقول لك سبرايزنج، يو ار ماي سبرايزنج. يا اخي انا اقدر اروح هنا، لكن كيف نروح؟ انا بروح خربان خربان يا اخوان، خربان خربان، معنا بغير البلب، بغير البلب، البلب حلو. كيف اغيره لحظه؟ ايوه لا لا يا زبالة، يا غيره غيره، كيف تغيرها؟
لحظة يا حمار، لحظة يا حمار، هذا ما طاعي غيره يا أخي، يرجع داخل ليش؟ لحظات الأيد عارف كيف تغيره؟ ليش ما طاع ولا ما ينفع تغير هذا الاسم؟ هذا النوع كذا، النوع النوعية ثانية من البلب ولا كيف يعني؟ فأنا قاس أحاول أغيرك ولكن ما يمكن، لأنه ما محترق يعني بعد يعني. يا أخوان زبالة من اسمك أنت، أنا بدخل داخل أنا. هذا ترى اسمه ترى ناقع، راسه ناقع، كان راسه ناقع من كذاك رقعت في المكان اللي فيه إضاءة، لأن لما ينقع راسه يقدر يموت. فأنا ما في شيء أسوي يا أخوان، بغى أروح هناك في، شفته في ذاك اسمه يعني ذاك الساعة ورونا يعني، ورونا من تحت، أنا راونا من تحت إنه اسمه في ذاك في الشرشف فوق، فذاك الشرشف يمكن في شيء داخل، فأنا بروح أسحب الشرشف، أنا بروح أسحب الشرشف بشرط. إيش رأيكم يا أخوان؟ إيش رأيك بالفكرة؟ فوك سكر عليه الباب الحمار هذا، سكر عليه الباب، قال اطلع برا، انت مو قاعد تسوي الحمام، كان يقول لي مسخت اخوي اطلع منه، والله العظيم طردوني. انا بروح فوق، لكن بروح خربانة خربانة يا اخوان، قسم بالله اذا مت عادي يعني. اي عادي يا اخوي، عادي، اي عادي يا زبالة. شوف يا زبالة، انا بسحب يا اخوان، بسحب، خلكم اسمه مركزين، انا بسحب، بسحب بشرد، بسحب انا كسا ابلع حبوب. اخوان ما طاع يسحب، ما طاع، انا قصدي يطلع بلب مع مو انا. ليش ما طاع يسحب؟ وش فيه؟ لا ما يصير كذاك، شكله ما يصير، يمكن لحظة، أنا بغام والله العظيم غبي، مفروض تطلع وشيل القائمة بعدين تسحب. لحظة يا أخوان، أتوقع يصير تغير هنا، لحظات شوية، لا يكمل استخدام الغرض هنا. أوكي، هذا يقولك الباب بعد صاحي يعني، أموره طيبة. أنا بسحب يا أخوان، بسحب الحين، بسحب. هذا ريفلكشن ملوين يا اخوان، هذا الانعكاس ملوين، هذا الانعكاس ملوين يا اخوان. المرأة تظهر غرفة في المنزل، يقول المقصد يا اخوان ان هذا الكلام اللي طلع لي قبل شوية انه ويش، انه انا لازم اشرد. يا اخوان في حد فوق، يا زبالة. انا بنزل يا اخوان، انا بنزل نسمع، انا بروح من هنا، انا بروح من هنا. زين شفت ذاك المراية؟ أتوقع تعرفين موجود ذاك المكان يعني اللي في المراية، اللي كان الانعكاس في المراية كان موجود في ذاك المكان اللي بتروح فوق، ما أعرف يسموه ذا المكان اللي كنا سطح يعني تركب السطح، فهناك الموجود، وذاك الزبالة كان موجود فوق قاعد يمشي، سمعته كيف قاعد يمشي، فأنا ما قدر أروح فوق، تعرفوا ليش؟ اسمه ما عندي لايتر. لا يا اخوان قسم بالله، مشكله صح لك الحقيقه، والله ما عندي لايتر، يعني كيف بروح يعني؟
ما اخذها اروح يا اخي، ما عندي لايتر هناك. اتوقع اسمه اصلا، اتوقع لا يحتاج الا ذاك اسمه، ذاك العصا عشان تسحب ذاك الاسمه الدرج. لما تسحب الدرج يعني تسحب ذاك العصا وتسحب ذاك الباب اللي هو اللي ما سطح ينزل، بعدين يكون في درج وتركه فوق. حلو، لما تركه فوق يطلع لك الجن وتخاف وترجع البيت. انا خلاص انا فهمت الخطه. الخطه اني بروح هناك للسيف، السيف 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 روم او الغرفه المقدسه. هنا المكان المسالم يا اخوان. وهنا باخذ نفس عميق واقولكم اضغطوا لايك وشير ولا تنسوا الاشتراك يا اخوان. كان معكم عادل من قناة تنفين جيمينج، متقانا في فيديو القادم. سلام، انا برتاح.